السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الكوتش والمؤلف سكا حسن. دائما المشكل تلقى أي إنسان هو السلوكيات وبعض العادات اللي هي سيئة وبغى يغيرها وبغى يتخلص منها. لهذا كيفاش حنا نبنيو العادات الجيدة؟ هو بخلال لاكومبانيمون أو المرافقة في الكوتشين مع مجموعة ديال الأفراد، سواء في الكوتشين سكولير أو في اللايف كوتشين. يعني راه حنا كاينة واحد القولة تقول لك راه دوك الخطوات البسيطة أو التغييرات الصغيرة راه هي اللي تتحقق لك بعض النتائج الكبيرة. لدينا كتاب اللي هو العادة الذرية، راه كاين بالعربي والفرنسي وبالانجلي، اللي ديال جيمس كلير. هذا الكتاب إخواني أخوتي الكرام مهم جدا جدا، كيفاش انت تحقق الوقت من اجل باش تكتسب واحد المهاره او واحد العادات جديده، كيفاش ممكن تخلص من داك نقص الحافز، تقول انا ما محفز، لانك انت تتعيش في واحد لا زون دو كونفور ديالك، وكيفاش تمتع بواحد قوه الاراده. كذلك كيفاش ممكن تغير البيئه المحيطه ديالك من ناحيه نتائج ايجابيه في الحياه ديالك. هذا الكتاب يعني فعلا الا كانت عندك اهداف واهداف خصنا نزوقها ومن اجل باش تطور المهارات ديالك، فجيمس كلير من ابرز الخبراء في مجال ديال اكتساب العادات اللي تيشرح لنا خطوه خطوه في هذا الكتاب. ننصحك باش تقتني هذا الكتاب، وجوك راه كاين بي دي اف وبالمجان في الانترنت، وحاول تقراه، راه كتاب مفيد جدا جدا خاصه الناس اللي بيخدموا في ديفلوبمون بيرسونيل وبيدخلوا المهارات الحياتيه. تبارك الله عليكم، خليونا كومونتير وتقسموا الفيديو، وشكرا لكم.